فيما تشهد أكثر من جبهة واقعا ميدانيا يتصاعد يوما بعد آخر، وتتوزع مناطقه بين الشرق والغرب في شكل آخر من المواجهات التي وصفت بالأكثر ضراوة منذ اشتعالها. تعود المعارك في محافظة حجة وتحديدا في مديرية ميد الحدودية لتشهد موجة جديدة من التصعيد تمكن خلالها الجيش من إحراز تقدم تكتيكي في مواقع عسكرية كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع. نقاط التماس والاشتباك التي تركز فيها القصف الأخير قال الجيش إنه استطاع أن يصل إلى ما بعدها مستهدفا مناطق واسعة في مزارع الخضراء وأطراف مدينة ميدي ومواقع في بني هلال ومنطقة الخيمة ومثلث الملاحيط والمجعر. المواجهات التي اتسعت دائرتها في مختلف المناطق التي كانت تشهد تصعيدا أخف من هذا الأخير تبعها أيضا قصف مكثف لطائرات التحالف استهدف مواقع في منطقة صهفان ومزارع الجر مخلفة خسائر كبيرة في صفوف قوات الانقلاب. وفي تفاصيل المعارك قالت قوات الجيش إن قياديا في الميليشيا قتل وأصيب عدد من مرافقيه، وهو بحسب قوات الجيش القيادي الثالث للميليشيا الذي يلقى حتفه في جبهة ميدي خلال أسبوع. تشتد إذن وتيرة المواجهات في مناطق عدة بحجة في معارك تبدو وكأنها تمضي في طريق تضييق الخناق أكثر على الميليشيا وتقليص مساحة السيطرة السابقة.